وفي محافظة صعدة دشنت حملة نظافة واسعة حرصا على مكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة ورفع المخلفات والأتربة وخاصة، والمدينة شهدت دمارا كبيرا بقصف مقاتلات العدوان السعودي. حرصا على مكافحة الأمراض والأوبئة وخاصة مع نزول الأمطار، السلطة المحلية ومكتب النظافة والتحسين بالتعاون مع أبناء المدينة تدشن اليوم حملة نظافة واسعة في مدينة صعدة ورفع للمخلفات والأتربة وخاصة والمدينة تشهد دمارا كبيرا بقصف مقاتلات العدوان السعودي. حافظت صعدة اليوم ابتداء من مديرية صعدة حملة النظافة التي ترفع المخلفات من الشوارع ومن الحارات ومن الأزقة تجنبا لأمراض الكوليرا. هي لا تقل أهمية عن جبهات الحدود وعن أي جبهة داخلية، هي تتفانى في عملها ورفع المخلفات. الدعوة إلى نشر الوعي بين أبناء المحافظة في محاولة الاهتمام بنظافة شوارع المدينة والتعاون من أجل خلق مجتمع خال من الأوبئة والأمراض وخاصة مرض الكوليرا. احنا عمال النظافة، اليوم قمنا النظافة في صعدة لحد انتشار الأوبئة الأمراض الخطيرة. نحن اليوم قمنا في محافظة صعدة ذاب تنظيف تدشين حملة للنظافة بسبب الأوبئة الأمراض المنتشرة في محافظة صعدة، ونحن عمال النظافة إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونرجو المواطنين أن يتعاونوا معنا. ما يحتاجه المجتمع هنا في محافظة صعدة مع الصمود في مجابهة العدوان هو التعاون والتكاتف في الحفاظ على سلامة المحافظة من الأمراض والأوبئة، فالنظافة هي البوابة إلى صحة أبناء هذا المجتمع. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة.